بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله تمام الكمال. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في المشي كن هي مسرع من السرعة من الشيطان وتؤدب من الرحمة. والإنسان قد يسرع ولو في الصلاة كان يسرع هيبته توقف، كانت هيبة المؤمنين بالإسراء واللي الشيطان يلعب به كل مرة. عمل الإسلام من الأولى لآخرها، وتنمو مش يضيعها من أولها لآخرها. عموما الإنسان المسرف الانفعالات فلا عقل له يميزه عن كما تقولون الكفار والأشرار والحيوان. واقصد في مشيك واغض من صوتك هبط، إن أنكر الأصوات من صوت الحمد. هنا حكمة قرآنية يقول ربي إن أنكر الأصوات من صوت الحمير، يعني صوت الحمير يناق البهيم. فما حتى حد يفرح من الهيق بتاعه إلا المغفلين. شوف شوف اي قول قول، ما أشأ من الحمار اللي انت تقلد فيه، ما قلدت ولا اعجبك به، اذا انت دونه. نسال الله السلامه.